ليلة الأربعاء الخميس بالحسري ما الواقعة في منتصف الشريط الساحلي المتوسطي المغربي، فضت اعتصاما نظمه محتجون بالساحة الكبرى للمدينة على خلفية بطئية التحقيقات في قضية مقتل بائع السمك محسن فكري. وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن إصابات وسط المحتجين واعتقالات. عن حقيقة ما حدث في الحسيمة يحدثنا من الرباط مراسلنا أنس رضوان. حدث بالأمس وأنه كان هناك احتجاج من طرف مجموعة من الفعاليات الحقوقية بمدينة الحسيمة. الاحتجاج بدأ حوالي الساعة 3 بعد الزوال، وكان بالأساس ضد ما اعتبره بعض النشطاء بالمدينة هو ما سموه عسكرة للمدينة، خصوصا بعد تنظيم كان هناك تنظيم لمعرض للصناعة التقليدية بالساحة الكبيرة بمدينة الحسيمة. تم إقامة خيمة وتم تسييج المنطقة من طرف السلطات المحلية. بعض النشطاء اعتبروا أن إقامة هذا المعرض وفي هذا الظرف وعلى بعد أيام قليلة من الموعد الذي كانوا قد ضربوه للاحتجاج من جديد ضد ما أسموه بالتباطؤ في التحقيق وفي محاكمة المتورطين في مقتل محسن فكري الذي كان يبيع السمك بمدينة الحسيمة، نفذوا هذه الوقفة بالأمس منذ الساعة 3 بعد الزوال وامتدت إلى حدود الساعة ساعة متأخرة من الليل. وهناك طالبوا السلطات برفع هذه المتاريس وبرفع هذه السياجات الحديدية، وبعد عدم استجابة السلطات لهذا الأمر بدعوى أنها معدة للمعرض الصناعة التقليدية، أعلنوا اعتصاما ومبيتا بالساحة المذكورة لتتدخل السلطات الأمنية في ساعة متأخرة حوالي الساعة 1 من الليل بعد منتصف الليل، تدخلت لفض هذا الاعتصام. وبحسب معلومات من عين المكان كانت هناك مطاردات، وأسفر هذا التدخل عن مجموعة من الإصابات، وكما أسفر أيضا عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا في هذا الاحتجاج من بينهم أحد الصحفيين المحليين. يذكر حكيم أن الفعالية الحقوقية والمدنية بمدينة الحسيمة دعت إلى وقفة احتجاجية في 13 من هذا الشهر يناير، وهو ما يصادف رأس السنة الأمازيغية، للاحتجاج ضد ما وصفوه بتأخر المسطرة القضائية في ما يسمى بملف سماك الحسيمة.